لا العراق مو غير بالقدم حضارة فعلا. كرامة لهؤلاء الأنبياء. الأرض مالتنا طيبة، الله عز وجل فعلا. يعني أكو حديث للنبي صلى الله عليه وسلم حتى نكون متفائلين، قالوا له يا رسول الله ماذا نفعل إن شح الخير في اليمن؟ قال عليكم بالشام. قالوا يا رسول الله وإن شح الخير في الشام؟ قال عليكم بالعراق. قالوا يا رسول الله وإن شح الخير بالعراق؟ قال لهم لا يشح الخير في العراق أبدا. وهذا كلام رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. العراق غني، غني بأرضه بماء، وأكثر من هذا الموارد البشرية مالته، غني بناسه. الطيبة اللي موجودة بالعراق ما موجودة في بلد آخر.